ولا تسوى فلوس بتخلي نفوس الناس تختار تمشي وبتدوس على حلم جميل بحمل دي وفي لحظة تشوف الحلم كابوس ولا تسوى فلوس بتخلي نفوس الناس تختار تمشي وبتدوس على حلم جميل بحمل دي وفي لحظة تشوف الحلم كابوس برضه خطأ، كل إجاباتهم خطأ. إني حتى في القول أنا حول الله رب خطأ وبعيد الله. ألو، أهلا يا مصطفى. والله يا ابني ابن حلال أنت اتصلت. لا الطلبية ما تقلقش، أنا عارف كل حاجة يا مصطفى، بس أنا كنت عايز أقول لك يعني إن أنا مش هقدر آجي الوردية بتاعت السوبر ماركت بتاع بعد الظهر النهاردة. لا بلاش، ايه حاجه بتاعت بالليل، بس انت فاهم سعد ان انا هبدل مع الورديات يعني. لا انا مش هقدر اتصل بيه يا مصطفى، اتصل بيه انت، ما انت عارف ما عنديش رصيد. لا يا مصطفى اتصل انت بيه يا اخويا. يا سيدي ما يجراش حاجه، يبقى لك عندي دقيقه بس. بقول لك ايه، يبقى اتصل بيا عشان اجل احسن ما اجيش على الفاضي يعني كده. ماشي يا مصطفى، ما نحرمش منك يا اخويا. يلا مع سلامه الله. بالسلامه. لا اله الا الله، كل اجاباتهم خطا. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا نوال يا حبيبتي، عامله ايه؟ خير. خير يا قلبي. وازاي ولادك؟ مش بخير والحمد لله. الحمد لله كويسين. ايه بطمن عليكي، فيها حاجه دي؟ لا مفيش. بقول لك ايه، نعم، انت معاكي يا نوال مش كده؟ طبعا. بس خير في ايه؟ ابدا، انا بس اصلي يعني كنت بفكر كده، بفكر ان يعني المفروض ان انا اكتب لها جواب واطمن عليها. غريبه قوي الحكايه دي، انت مش قبل كده قلتي انك مالكيش في مواضيع الجوابات دي خالص؟ عموما يا حبيبتي اطمني، انا سلمت لك عليها. انا قلت يعني زميله برضو في غربه، فالواحد المفروض يبعت لها جواب عشان يطمن عليها، ولا ايه يا استاذ عبد القوي؟ طبعا واجب يا استاذه هاله، وانت ام الواجب. انا اصلي كمان سمعت ان هناك الذهب اشكاله تجنن ونقوشاته هايله، فقلت لنفسي يعني ما فيهاش حاجه لو ما جابت لي معاها حتتين ذهب كده واشتريهم منها. قلتيلي. وبيقولوا كمان ان العبايات والقماشات هناك هايله، يا ريت توصيها تجيب معاها واحنا نبقى نصرف لها البضاعه. نبقى نصرفه له، هتفيد وتستفيد. لعلمكوا بقى مهما لهاش لا في الذهب ولا في العبايات. وانتي شعرفك صاحبتي وانا عارفاها كويس، لا لها في الذهب ولا في التجاره. هو احنا يعني يا حبيبتي كنا هناخد منها حاجه ببلاش؟ وعموما اطمني، الحمد لله خير ربنا كتير قوي ومن زمان. بس يعني وهي على راي الاستاذ عبد القوي كانت هتفيد وتستفيد. مظبوط، وبعدين هو عيب ولا حرام؟ وبعدين بقى انا الحق عليا ان انا جايه اخد عنوانها منك. لعلمك انا كان ممكن اخد عنوانها من ابنها مروان، اصل انا كلمتهم امبارح في البيت، كنت يعني عايزه اطمن عليهم، بس لقيت عندها في البيت ايه، مصايب وبلاوي، وهي حب تاني في الغربه ما هيش دريانه باي حاجه. ما تبقي تكلميها وتنصحيها، انت مش بتقولي انك صاحبتها وقلبك على مصلحتها؟ معقوله انت متاكده من الكلام ده يا دادا؟ طبعا، قبل ما اهدنا بنفس اللي بلغت الاداره لما اتصلت بالتليفون. طب ما قالتش سبب الاجازه ايه؟ بلغت انها عايزه تاخد اجازه اسبوع، رغم انها بقالها سنين ما خدتش ولا يوم واحد اجازه،
ده حتى في نص السنه وفي الاجازه الكبيره كان ساعات بتيجي فيهم المدرسه، انما يعني حضرتك يعني اول مره تسالين عن حد. طب محدش فيكم يعرف تليفونها؟ مكتوب اكيد في الاداره. طب من فضلك كده تروحي هاتي لي التليفون، واجب برضه نطمن عليها. يا سلام، ولاد الاسر ما لهمش غير بعض، احنا هنا غير بعض الا في الغربه. من عناية يا ابله مها. شكرا يا دادا. ترى خدت الاجازه ليه؟ ما تكونش تعبانه؟ ايوه اللي على الباب. ثانيه واحده. استاذ محمود، اهلا وسهلا. مالك يا استاذ محمود، فيك ايه؟ دي نمره حمدي. ام نمره حمدي؟ طب ما انا ماليش دعوه بنمره حمدي، انا ما طلبتش نمره حمدي. ايوه، ما انا التليفون عندي فاصل شحن وتليفون البيت ما فيهوش مباشر. لو سمحتي اطلبيه وقولي له يجي حالا ومعاه دكتور. دكتور ليه سلامتك؟ فيك ايه؟ تعبان قوي. الف سلام عليك يا استاذ محمود، الف سلام. ده انا كمان مش قادر اقف. لا يا نهار ابيض. طب حضرتك حط ايدك على كتفي كده وتعال خش عندك وانا هبقى اطلب لك حمدي. حاضر، اتفضل يا استاذ، الف سلام عليك. اتفضل، سند عليا. يا ولاد قاعدين كده ليه؟ بابا خلاص خد الدواء ونام. امال حضرتك مش عايز ندخل عنده ليه؟ عشان الدكتور قال لازم نرتاح. هو بابا عنده ايه يا عم؟ ولا حاجه، يعني شويه برد، يومين كده وهيستريح ويبقى كويس ان شاء الله. طبعا ده من تغيير الجو. اكيد بابا خد تيار هوا جامد يا انكل حمدي، صح ولا انا غلطانه؟ احتمال طبعا يكون عرقان وطلع في الهوا. على ما تقلقوش، يومين ثلاثه وهيبقى كويس ان شاء الله. انا بكره الصبح حاجه اطمن عليه. يلا تصبحوا على خير. استاذ حمدي لو سمحت تسمح لي بدقيقه. يلا يا مجد، يلا يا مروه، احنا ندخل الاوض. يلا قوم. خير يا نسمة؟ طبعا حضرتك صاحب الاستاذ محمود ويهمك سعادته هو واولاده. طبعا. والصاحب ليه على صاحبه انه ينصحه ويخاف عليه. انت عايز تقول ايه حضرتك؟ عايز اقول ان مروح الاستاذ محمود الشاليه ونزوله البحر كان غلط. شاليه بحر؟ انا عارفه كل حاجه، وبنته كمان منى عارفه كل حاجه، بس انا نبهت عليها ان ما تحكيش لمامتها اي حاجه عن الموضوع ده. نبهها؟ طبعا مفيش داعي انها تعرف اي حاجه. انا برضو قلت كده، وخصوصا لما عرفت ان ما كانت رافضه انها تروح الشاليه ده قبل كده. شاليه ايه حضرتك؟ شاليه حضرتك اللي في العجمي. الشاليه بتاعنا؟ لا، وايه؟ حضرتك تتصل بيا بالتليفون وتسال عليه وتعمل نفسك مش عارف هو فين رغم ان انت عارف هو فين. لا 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 لا، حضرتك فاهمه غلط خالص. انا فاهمه كل حاجه صح يا استاذ حمدي، وانا عذره للاستاذ محمود، المشاكل بقت على دماغه كتير قوي الايام دي، من حقه انه يخطف يوم ولا يومين يهرب من الولاد ومشاكلهم ويختلي بنفسه. يختلي بنفسه؟ انا اللي مزعلني يا استاذ حمدي التمثيليه اللي انت عملتها، ما كانش ليها اي داعي. تمثيليه؟ صحيح، يعملوها الخبساء ويقع فيها البلهاء. صباح الخير يا نسا. فعلا اختار الصديق قبل الطريق. حم ادخل. الغدا يا استاذ محمود. ياه، انت اللي جايباه بنفسك؟ امال منى فين؟ منى بتحضر الغدا لاخواتها. احنا تعبينك معانا قوي يا انسه سميره. لا ما تقولش كده يا استاذ محمود، تعبك راح. يلا بقى خلص الغدا بتاعك وحاجه، شيل الصينيه وبعدين اديك الدواء. تديني الدواء ده ايه؟ ولا حي صغير مش هعرف اخد الدواء. لا بقول لك ايه، العيانين عندنا هنا لازم يتدلعوا ويتدلعوا على الاخر كمان. هو انت كل يوم بتاعي؟ تصوري ان انا اول مره اخد بالي ان انت ضحكتك حلوه قوي.
ده بس من ذوقك يا استاذ محمود. عن اذنك بقى عشان اروح احضر الغدا للولاد. التليفون يا منى. رد انت يا عبله. طب بعد اذنك عشان ارد على التليفون. يلا خلص الاكل. الو. ايوه مين؟ الله، ما تقولي انت مين، مش انت اللي طالبه؟ مها، ازيك يا مها، عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه، الولاد كويسين، عايز تكلميهم؟ حاضر. بقول لك ايه، عم حسين عامل ايه؟ تستاهلي الحمد يا حبيبتي، تسلميني عليه. يا منى تعالي كلمي ماما. ماما؟ بسرعه، ده دولي. الو. ايوه يا ماما، عامله ايه؟ احنا الحمد لله كويسين، انتي وحشاني قوي. جدو عامل ايه؟ الحمد لله. بابا؟ حاضر، لحظه واحده هديله التليفون. لحظه واحده هدي التليفون لبابا. ماشي، ربنا يجيبها بالسلامه يا رب. بابا، دي ماما، انا ما قلتلهاش ان حضرتك تعبان. الو. ايوه مها. لا انا لسه راجع من الشغل. لا ما اتغديتش. لا اطمني، سميره قايمه بالواجب وزياده. على فكره سميره دي طيبه قوي وحنينه قوي. ايوه مظبوط صح، ما تعرفش بني ادم الا لما تعاشره. الحمد لله اخيرا محمود شكر في سميره، بيقول مش بخليها لا هو ولا الولاد عاوزين اي حاجه. والله يا اصيله يا سميره، عملت بالوصيه. ايه بابا ما بتردش ليه؟ افتكر كان في تليفون قبل ده لازم تعمليه. تليفون انا اللي اعمله لمين؟ لمين؟ مش عارفه ولا تستعبطي؟ لليلى طبعا. تحب تكلميها انت بقى ولا اكلمها انا؟ سكت ليه؟ ما تتكلمي. كلمتيش ليه؟ اصل ايه، ما حدش شط عليكي؟ لا ده انا حتى سمعت صوت راديو تلفزيون. امال صوتك كان فين؟ كلمتيش ليه؟ بصراحه يا بابا انا كسفت. كسفتي ولا متكبره انك تعتذري؟ انا عارفك طول عمرك عناديه. لا بالعكس يا بابا، كلام حضرتك حسسني بالذنب، وحسسني بالذنب اكتر
انها خدت اجازه اسبوع بحاله من المدرسه من ساعه ما تعينت فيها، وده طبعا شيء عجيب جدا. انت كده انا كنت قللت الذوق وغلسه معاها. ولما ده احساسك ما كلمتيهاش ليه واعتذرتي؟ بتهيالي كده يا بابا، انا شخصيا لو حصل معايا الموقف ده وحد عمل فيا حاجه واعتذر لي وقبلت الاعتذار هيبقى قلبي يعني مش صافي له قوي. ده اكيد. وناوية تعملي ايه بقى دلوقتي؟ انا اهنتها في بيتها، لازم اروح اعتذر لها في بيتها. يا سلام، اهو ده الكلام الصحيح. انت بقى دلوقتي بنتي بحق وحقيق. هو انا قبل كده يعني كنت بنتك كده وكده؟ ربنا يكملك بحالك. ناوية تروحي لها امتى بقى؟ ان شاء الله كده هروح لها بعد المدرسه. ولو اتاخرت ما تقلقش وتقولي اتاخرتي ليه، اديني بقول لك من دلوقتي. هو القلق ده غريب عننا؟ ده وراثه. طبعا يا حبيبي من حقك انك تضحك. طبعا، ما انت طلعت منها زي الشعره من العجين، طلعت انت مثالي ورومانسي وانا كذاب. ما انت صاحبي يا اخي، صاحبي ولازم تتحملني. المصيبه ان هي ومنى فاكرين انك انت كنت في الشاليه بتاعي. استاذ محمود طبعا من حقه انه يغير جو ويريح اعصابه يومين ثلاثه، شفت؟ فوت بقى يا حمدي خلاص. صحيح، يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. تخيلنا بتدافع عنك. طبعا. يا سلام، سميره دي زي ما قالت عليها مها، طيبه وحنينه وعلى نيتها. واحنا يعني نيتنا سيئه؟ سميره دي ملاك واحنا بقى شياطين، مش كده؟ اعوذ بالله، ايه جاب سيرة الشياطين بقى؟ مساء الخير. مساء النور. يا سلام، اخيرا الاستاذ محمود رجع لطبيعته تاني. المظلوم فيكو اونك الحمد. ربنا ما يحرمكم من بعض، اجمل حاجة في الدنيا الصداقة. حلو اللون ده عليكي قوي يا سميرة. مش قلتلك بابا بيحب اللون ده؟ ايه رايك بقى يا بابا في التفصيله؟ ايه ده، هو ده تفصيل ده؟ اسالوا حمدي، ما هو حمدي اصله خبير في المسائل الحريمي دي. يا دي النيل على حمدي وسنين حمدي. تنظيف البيت والطبيخ والتطريز والكنفه والايتامين كله 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 بعمله بنفسي. طب الـ الـ الكيكه دي برضو انت اللي عاملاها بنفسك؟ ايوه يا انكل حمدي، أبلة سميرة بتعمل كل حاجة في البيت، شاطرة في كل حاجة في البيت. طب أنا أيام زمان لما أختي دلال كانت بتعمل أعياد ميلاد ولادها أنا اللي كنت بعمل لهم الطرط، كل ضيوفها يقولوا لها الطرطة دي جاهزة لا يمكن تكون معمولة في البيت. أنتوا عارفين إن أنا خطرت في بالي فكرة وعايزة أنفذها؟ خير يا منى، فكرة إيه؟ عيد ميلاد بابا قرب يا أبلة سميرة، عايزين نعمله تورتاية قد كده. بس كده من عينيا. عيد ميلادي ده إيه؟ وانا صغير يا بابا والنبي. يا بابا ده هيوافق يوم الجمعه عشان خاطر يا بابا والنبي، احنا بقى لنا كتير ما عملناش عيد ميلاد اي حد فينا. الله جري يا محمود، ما تكسفهاش بقى يا عم. ما تكسفهاش ايه بس؟ بص يا منى، لما يجي عيد ميلادك او عيد ميلاد حد من اخواتك نبقى نحتفل بيه. وانت لا ليه مش فاهم انا؟ طب ايه رايك بقى هنعمل احتفال وعيد ميلاد واليوم كله، الصبح هاخدكم معايا النادي، ايه رايكم؟ وبالليل هعزمكم على سهره تجنن. هو ده بقى الكلام، ونيجي بقى ونحتفل ونكمل السهرة في البيت. واحنا هيبقى فينا نفس كمان نكمل السهرة في البيت؟ منى مفيش داعي يا بابا. مفيش داعي ليه بس؟ ده مجد ومروان هيفرحوا قوي والله. بابا احنا عايزين نشم نفسنا قبل ما ماما تيجي من السفر. عموما ده كلام سابق لأوانه، لسه أسبوع. معلش يا جماعة اعذروني، أنا أسفة، أنا ماليش في الحفلات ولا في السهر. لا 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 لا، مش ممكن، ده حضورك شيء أساسي، قصدي يعني انك لازم تيجي، مش كده ولا ايه؟ ادخلي. السلام عليكم يا عبد. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك طلبتيني. خير؟ انا زعلانه منك وزعلانه منك جدا. معقوله تزعلي مني انا يا ابله؟ لا انا ما اقدرش على الزعل ده ابدا. خير؟ لما ما تسألي عني المدة دي كلها تبغيني أزعل ولا لأ؟ إيش الحكاية؟ إيه يا جميل اللي شغلك عننا؟ الله الله على الكلام الحلو ده، أنا ما أقدرش عليه. أعتقد إنه كان في أغنية لصباح إذا ما خانتني الذاكرة بتقول فيها يا واد يا ساكن حينا إيه اللي شغلك عننا؟
مو كده؟ مظبوط يا أبلة، أصل الحقيقة بقى أنا ماليش في مسألة الفن والموسيقى دي خالص. يا الموسيقى والفن كانت أيام الزمن الجميل. محمود جوزي بيقول كده برضو، أصله له يعني صلة بالفن. بس أنت قلتي لي إنه محاسب مو كده؟ أيوة، لكن بيحب الفن والموسيقى جدا يا أبلة. لا ده رومانسي. محمود، محمود رومانسي جدا جدا. وانت يا مها ايش هواياتك؟ سكتتي ليه؟ ما قلتي لي ليه هو سؤال امتحان؟ والله يا قبلة تصوري انا عمري ما اهتميت بحاجة غير الكيمياء والبيت والولاد طبعا. معقول؟ لا باين عليك يبغالك درس خصوصي. الوحدة مننا يا مها لازم يكون عندها هوايات عشان لما يكبروا أولادها تلاقي حاجة تشغل نفسها بيها. انت خلصتي مو كده؟ ايوه يا أب. طب يلا تعالي معايا عشان اوصلك البيت ونتكلم واحنا ماشيين. لا معلش يا أبلة، اصل انا مش هروح دلوقتي، هعدي على ليلى ازورها في بيتها. ليه هي تعبانة لا سمح الله؟ والله ما اعرفش يا أبلة، عشان كده رايحة ازورها. ليلى دي انسانة غريبة، ينطبق عليها مقولة السهل الممتنع. ازاي يعني؟ انا فاكرة اول ما جت ليلى المدرسة كانت متعاونة جدا وتساعد اللي تعرفه واللي ما تعرفه وتتلهف على اجازتها لمصر، وفجأة تغيرت تماما، صارت تقعد هنا تقريبا طول العام، وبعدين كانت زمان تحسب الفلوس اللي ليها بالهللة، ولما تغيرت صارت ما تهتم حتى لو ليها فلوس عندنا. انا مستغربة، بس انت عارفة انه مجتمعنا هنا ما يرحم. قصدي حضرتك ايه؟ انا ما بزن فيها لا سمح الله، لكن بيقولوا انها بتخرج كثير لوحدها وبتروح وتجي، وانت عارفة يا مها انه الست مننا حتى لو راحت دار عبادة ما رح يرحموها من الكلام. بعدين انا حاولت اني اقرب من ليلى وافهمها واعرف ايش فيها وايش اللي غيرها، لكن بصراحة ما لقيت انه عندها استعداد. وتعرف يا مها انه انا زيك بالضبط، ما احب ان اتدخل في امور اي احد. على كل، يلا بينا. على فكره انت تعرفي فين بيت ليلى؟ والله يا ابله بالشبه كده، لاني افتكر اني رحته مره واحده بس. حنوصل له ان شاء الله. ان شاء الله. وسلمي لي عليها كثير على فكره. حاضر. وان شاء الله تكون دي اجازتها بس للاستجمام مو مرض ولا شيء ثاني. يا رب يا ابله ان شاء الله. يلا تفضل. يا دنيا زوقوكي وتوصوا بي انا ويا فرحه قسموكي وتوصوا بي انا يا سيدي يا سيدي، صباح غنى مش احسن ما يبقى صباحه عكننه؟ بتقول ايه يا ابو لسانين انت؟ يا بابا فكرتني بماما، كانت دايما بتقولها لي. طب انزل على جنب بقى خلينا اعرف افطر. ايوه يا عم، كل يوم بقمصان جديده. بقول لك يا بابا، هو ما ينفعش ماما تنزل لنا في اجازه نص السنه؟ ما احنا قلنا قبل كده ما ينفعش. والنبي يا بابا لما ماما تتكلم قول لها تبعت شويه بارفانات ماركات بلاش، والنبي راح تخن فريدي. لا لا ايه الكلام الفاضي ده، بابا احنا عايزين ترنجات وكوتشيات بس تكون ماركات عالميه. بدانا بقى لسته الطلبات، كوتشيات وماركات وبارفانات. انت مش عايز حاجه يا مروان؟ انا عايز ماما، ماما وبس. اهلا يا مدام مها. اهلا يا مدام مها، ومقابله رسمي يبقى لسه زعلانه مني. معلش انا بعترف ان انا كان تصرفي سخيف شويه ودمي كان تقيل. لا ابدا اتفضلي. معلش بقى اعذريني، ساعات ببقى مدب كده في كلامي. ما تقوليش على نفسك كده. انا والله العظيم صدقيني يا نال ما بقصدش خالص ان انا زعل حد مني، بس انا حياتي الاجتماعيه محدوده جدا، في ناس بتزعل مني لكن الناس التانيه لما بيعرفوا طبعي ما بيزعلوش مني. عموما انت مجيتك عندي النهارده بالدنيا، وصدقيني خلاص انا مش زعلانه منك يا مها. اهو كده بقى اشرب معاكي القهوه بنفس. قهوه ايه، احنا هنتغدى مع بعض. لا يا حبيبتي اعملي معروف، ما عنديش استعداد حد يزعل مني واقعد اصالح فيه. حد زي مين؟ بابا لو اتغديت عندك هيزعل مني. ما تعمليش حجة عمي،
لاني متاكده لو عارف انك هتتغدي معايا مش هيزعل. هو ايه الحكايه؟ هو يدافع عنك وانت تقولي لي مش هيزعل منك؟ لا واضح اليومين دول كده ان بابا معجبينه كتره قوي. ربنا يخليهولك، اتصلي بيه وقولي له. يعني لازم؟ طبعا لازم. انت بخيله ولا ايه؟ لا ابدا والله، بس يعني ما بسش ولا حاجه. يلا كلميه عقبال ما احضر لك لقمه كده على الماشي. بس قبل اللقمه ممكن اطلب منك طلب؟ خير اموري. هو طبعا ده الطلب ده هيبقى ضد التعليمات اللي عشت بيها طول حياتي، لكن عشان خاطرك هعمل. ايه هو الطلب ده؟ المفارش وملايات السرير، انا هاخدهم بس لازم اعرف الاول ثمنهم كام. حاضر يا ستي. ادخل. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الخير. قول مساء الخير، الساعة عدت 12. هما مش قالوا حضرتك إن كنت في البنك؟ ادوا ساعة. اتفضل. أخيرا خلصته؟ والله يا فندم أنا كنت غايب لأن كان عندي ظروف. عندك ظروف؟ ولا لما أنا ما جيتش قلت أزوغ؟ لا والله يا فندم، ده أنا حتى تاني يوم سألت على حضرتك قالوا إن حضرتك تعبان واخد أجازة 3 أيام. ألف سلامة يا فندم. لا والله كتر خيرك، انا كنت تعبان ونايم في السرير ومع ذلك كنت بشوف شغلي واتابعه. حضرتك الخير والبركه يا فندم. طيب انا عايزك تروح شركه الادويه وتسلمه الدوسيه ده بايدك. الدوسيه فين؟ غريبه ده، ده كان لسه في ايدي. دوسي راح فين؟ الحمد لله، شكرا قوي يا لولي على الاكله الجميله دي. يدوم عايزك، هو انا عملت حاجه؟ متتصوريش انا سعيده قد ايه ما ان احنا كنا مع بعض عيش وملح. عيش وملح؟ احنا واكلين فراخ ورز وسلطه وبطاطس وحاجات كتير. لا لا لا، سيبي انت كل حاجه مكانها وتعالي اغسلي ايدك قبل ما اعمل القهوه. لا انا مش هقعد اشرب القهوه، بابا زمانه قاعد لوحده زهقان. هتتحججي تاني ببابا؟ وبعدين كمان عايزه اكلم الاولاد اطمن عليهم. هما كويسين؟ الحمد لله كويسين. نفسي بقى اعرف الواد مروان ده هيكون لي كل الاخبار. ما انت عارفه رويتر. ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم، بس برضو مش هتمشي لما تشربي القهوه. وبعدين ما تتحججيش بالاولاد، التليفون عندك اهو فيه دولي، اتكلمي زي ما انت عايزه. غرامه تاني يا ليلى؟ يعني غاده وتليفونات، ده ايه ده؟ اخسى عليك يا مها، انت بخيله ولا ايه؟ هتعملي فرق ما بيننا؟ كاسه ليه؟ طيب الله، ده انا جاي دقيقه وراجع على طول. خدي راحتك، انا بس اصلي نسيت دوسيه مهم، بس مش عارف ايدي حطيته فين. دوسيه مهم؟ انا عارفاه فين. دقيقه واحده. اتفضل يا استاذ محمود. متشكر، متشكر قوي 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 قوي، الف شكر يا انسه سميره. متشكر. شكلك بتحب ام كلثوم. ومين ما يحبهاش؟ تعرف يا استاذ محمود، انا لما اكون متضايقه كده ومخنوقه او مشغله اغنيه من الاغاني القديمه اروق على طول. صدق ان انا زيك كده بالظبط. تعرف وانا صغيره كان نفسي اتعلم العزف على اي اله موسيقيه، وفكرت محفظتي الى الاغاني القديمه. طب تصوري انا كمان كان نفسي اشتري عود واتعلم عليه. وطبعا ما اتعلمتش ولا اشتريته خالص. اصل شوفي، مش كل حاجه الانسان بيتمناها الدنيا بتديها له. عندك حق يا استاذ محمود، يعني انا مثلا كان نفسي اكمل تعليمي واخلص الجامعه واشتغل في وظيفه كويسه، بس مرض امي بقى الله يرحمها يعني خلاني ما اعرفش اخرج من البيت، وقعدت اخدمها. حتى الجواز كان نفسي اتجوز ويبقى عندي ولاد كتير كده يجروا حواليا، ويبقى عندي زوج كده يحبني واحبه واطبخ له وارعاه واخد بالي منه. بس يلا بقى، عارف حضرتك اختي دلال مسافره وما شفتهاش بقالي حوالي كده 9 سنين،
من ساعة أمي الله يرحمها ما توفت ما شفتهاش خالص، مع إنها وحشتني قوي وأنا أختها الوحيدة، ومع كده ما فكرتش تيجي تشوفني. ده أنا اللي مربية ابنها الكبير. آه ابنها الكبير كان دايما وهي لما كانت بتسمعه بيقول لي انا يا ماما كانت بتغير. اه بتغير، تخيل اختي بتغير مني ان ابنها يقول لي انا يا ماما. ما هو استاذ محمود الام مش هي اللي خلفت، الام هي اللي ربت. ده انا حتى فكرت اشتري البتاع اللي بيقولوا عليه المحمول ده عشان اتصل بيها وتتصل بيا عشان ابطلها حجتها، لانها بتقول لي ان كل ما تكلمني في البيت ما بتلاقينيش، فلما يبقى معايا محمول بقى مش هتقدر تقولي ما تلاقينيش. وبعدين كنت بتبهدل كل شوية انزل اكلمها من السنترال واطلع اكلمها، لكن المحمول هيسهل الحكاية. وحشتني قوي، وولادها كمان وحشوني قوي. لا دول مش ولادها، دول ولادي انا. اه ولادي انا، لكن يلا بقى الغربة بتقسي القلوب حتى الاخوات على بعضهم. سميرة قصدي أنسة سميرة. لو سمحت يا أستاذ محمود قولي سميرة، ما تقوليش يا أنسة سميرة. أنا زهقت من كلمة أنسة أنسة ديت، أنا حاسة إن ده ذنب ماليش يد فيه إن أنا أنسة. سميرة اعتبرينا إن إحنا عيلتك وأهلك وإن البيت ده بيتك. طب عارفة بقى من ساعة ما جيتي وأنا بنزل وأنا مطمن على الأولاد حاسس إن أنا ظهري مسنود. آه لأني واثق ان انت بتحبيهم وبتخافي عليهم زي امهم بالظبط. ربنا يعلم يا استاذ محمود معزتهم في قلبي شكلها ايه. على فكره يا سميره انا حاسس كده ان انت مدلعاهم، انا عايزك تنشافي معاهم شويه بقى. انا مدلعاهم؟ ده انا بعد اذنك اوضع التليفون. الو الو، وبعدين بقى كل شويه حد يتصل ومحدش يرد وبعدين تاني. طب هاتي هاتي. الو. ايوه يا مها. ايه يا محمود انت الصبح في البيت بتعمل ايه؟ دوسيهات؟ هو انت من امتى بقى يا حبيبي بتجيب دوسيهات معاك البيت؟ الاولاد فين؟ سميره والله يا عيل واضح انك راضي عنها جدا. لا يا عم ولا قصدي ولا ما قصديش، راجع الشغل تاني. طيب يا محمود انا هتصل بيك بعد نص ساعه في الشركه. مع السلامه. كانش بيطيقها دلوقتي رفع التكلفه. اصل سميره ايه يا مها بتكلمي نفسك ولا ايه؟ لا خالص مفيش حاجه. الاستاذ محمود كويس؟ كويس. امال مين سميره دي؟ مش دي جارتك اللي جوزك ما بيطيقهاش؟ ولسه ما بيطيقهاش خالص. امال عينك بتطق شرار كده؟ ليلى انا لازم اروح دلوقتي. مها مش عايزه عينك تغمض عن بيتك وولادك، مش عايزه بعد المسافات يبعدك عنهم. ما تخليش حد يحاول يخش ما بينكم. خلي بالك من بيتك اللي بنيتيه في سنين، حاسب اي حد في الدنيا يهده. استاذ محمود استاذ محمود حاضر يا أستاذ محمود، حاضر هحطهم في عينيا. بقى كده كل ده يحصل من ورايا؟ ده رايح عندي وانا ناقصك. طب حكايه الدوسيه دي بجد ولا هجم؟ والله ابدا. في ايه انت هتعمل لي زي مها؟ حتى انت يا حمدي اصلك انت ما كنتش طايقها ولا عايز حاجه تدخل البيت. مش عشان مصلحه الاولاد. كنت دايما تقول لي انها وحشه وما بتشوفش من وشها احمر واخضر. وهو ده اللي كنت بشوفه والله، وانها مجرد انسى على البطاقه وبس. انا مش عارف ايه اللي غيرها كده. غيرها هي ولا غيرك انت؟ جايز فعلا انا اتغيرت وشفت فيها حاجات ما كنتش بشوفها قبل كده،
بس هي فعلا شكلها اتغير. شفت؟ هديك قلت. اعترف بقى يا استاذ. اعترف. اعترف بايه بس؟ ايه بقى الحاجات اللي انت شفتها اتغيرت؟ قلبها. ايه قلبها؟ عارف يا حمدي، سميرة دي قلبها قلب طفلة صغيرة، كله حنان وعطف. قلب كله حنان وعطف، يخطفك من الحزن خطف، على رأي محمد منير. أنا بتكلم جد، سميرة دي إنسانة الأيام ظلمتها، وهي زيها زي أي بنت، نفسها تحقق أمال وأحلام. وأنت بقى اللي هتحقق لها الأحلام دي كلها؟ يا ريت أقدر. أنت بتقول إيه؟ يا بني آدم افهم، كل ما في الأمر إن سميرة صعبان علي، اكتشفت إن إحساسها فعلا مرهف. الله 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 الله، قلب طفلة إحساس مرهف، حاجة كده زي قلب الخصاية. ما فيش فايدة فيك أنت. ألو؟ أيوة يا مها، أنا هنا من ربع ساعة. بس أسيبك بقى تستلق وعدك. سلام. ايه يا مها مالك؟ الله، انت عصبية كده ليه؟ يوه، انا لا عصبية ولا حاجة، انا بس بحافظ على كرامتي وكرامة بيتي وكرامة ولادي في غيابي. يا محمود افهمني، الدوسيهات دي دخلت البيت ازاي؟ المفتاح. عشان كده بقى كل ما بتكلم في التليفون هي اللي بترد عليا. يا محمود اتصرف يا محمود. يعني ايه يعني ما تجيب شغاله مقيمه يا اخي؟ لا 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 بلاش المقيمه دي علشان ما تبقاش قاعده لكم على طول. لا هات يعني هات شغاله من الصبح وتمشي اخر النهار. مش مهم الفلوس يا محمود. نعم. لا 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 لا, لا انت فاهم غلط. غيرت ايه؟ انا مش بتاعت الكلام الفارغ ده. لا 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 يا محمود، طبعا انا مش بشبه سميره خالص بشغاله يعني. امال ايه بس؟ ايه يا مها؟ الله، ما انت طول عمرك بتشكري فيها. كل الحكايه يعني انها بتدخل تعمل لقمه للاولاد على ما يرجعوا من المدرسه. ايوه طبعا الصبح. امال يعني عايزاها تدخل بالليل وانا قاعد؟ طبعا ما يصحش. طيب خلاص يا محمود، خليها تاخد بالها من الاولاد. بس ايه؟ من الاولاد وبس، فاهم؟ مع السلامه يا محمود. بص للاولاد. محمود سميرة. لا 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 ما اظنش. لا مش قبل كده. وبعدين انا ضفري مليون واحده زي سميره كده. يا ممدوح تمشي المرة اللي فاتت من غير ما تقولي، وتيجي المرة دي كمان من غير ما تقولي. أنا قلت مفيش داعي أزعجك. تزعجني؟ الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده. معلش، أنا اليومين دول كده الكلام يبقى خلص. ممدوح المفروض إن إحنا نتمتع بأيام الخطوبة دي، مش نقضيها خناقة وعكننة. المفروض في فترة الخطوبة كل واحد فيها بيبان على حقيقته، مش يمثل على التاني. إخسى عليك يا ممدوح. يعني أنا بمثل عليك؟ ولما تصبغي شعرك وتلبسي لينسز وتلبسي عريان، كل ده يبقى ايه؟ يبقى بتداري طبيعتك، حقيقتك. يا ممدوح انا ما صدقت اشم نفسي زي البنات. انا البنات دول ما بيعجبونيش. وبعدين انا بستغرب منين بتشتكي انك ما عندكيش وقت، ودلوقتي بقى في وقت للمكياج واللبس وحضور المحاضرات. البركه بقى في ابله سميره دي، الحمد لله مش مخلينا محتاجين اي حاجه. هدومنا وهدوم بابا بتكويهم وتنظفهم، والطبيخ كل حاجه بتعملها لنا، بتعمل كل حاجه في البيت. انت بتقولي ايه؟ سميره؟ ايوه. وفيها ايه؟ مش جارتنا؟ ماما كانت طول عمرها بتشكر فيها، بس احنا اللي كنا فاهمينها غلط. غلط؟ ايوه. اتاري حشرتها عن احوال الناس وانها عايزه تعرف كل حاجه عن احوال الناس، لانها كانت فاتنه ما كانش وراها اي حاجه، لكن اول ما اتشغلت بينا ما بقتش تعرف اي حد خالص ولا ليها دعوه باي حد خالص. وعمي محمود؟ ماله بابا؟ موافق على الكلام ده؟ ايوه، تعمل لها نسخه من مفتاح شقتك. نسخه من مفتاح شقتكم؟ ايوه، علشان تعرف تدخل وتطلع وقت ما احنا مش موجودين في البيت، تعمل شغل البيت من غير ما اي حد من الجيران يحسه، وبعد ما نرجع من كل مشاورنا تفضل قاعده معانا لغايه بالليل ولغايه ما نتعشى، وبعد كده تروح مروحه بيتها كمان. يا ستي كتر خيرها. ودلوقتي بابا بقى يرجع البيت وهو مش زهقان ولا زعلان ولا اي حاجه خالص، بقت كل حاجه زي الفل.
ومين بقى قالك ان كل شيء كده تمام يا منى؟ الوضع ده غلط. هو ايه اللي غلط يا ممدوح؟ وضع سميرة ده مش طبيعي. هو ايه اللي مش طبيعي وايه اللي مش عاجبك في الموضوع ده؟ بدل ما تقول كتر خيرها انها بتعمل فينا جميلة، وبعدين دي رحمتني من شغل البيت بعد ما ماما سافرت. تقدري تقولي لو هي حاسه ان اللي بتعمله ده مش غلط، ليه خايفه الجيران تعرف؟ عشان ما تحرجش نفسها وتحرجني. يا منى يا حبيبتي، غياب طنط مها بقى شيء طبيعي وواقعي، لازم تتعاملوا انتوا كمان مع مشاكلكم باكثر واقعيه. ايه حكايه واقعيه واكثر واقعيه وقوقعه؟ ايه الحكايه اللي انت بتتكلم فيها دي؟ انا مش عارفه ايه اللي مش عاجبك في الموضوع ده يا ممدوح. كل اللي بيحصل ده ما يعجبش حد، وتاني بقولها لك، وجود سميره دي في البيت غلط. اسمع قبل سميرة يا ممدوح. يا منى لازم تعتمدوا على نفسكم. انا مش فاهم ازاي تسيبوا الدفه في ايد سميره دي، ومش فاهم اكتر ازاي عم محمود ساكت على الكلام ده. ممدوح انت بتكبر الدنيا زياده عن اللزوم، وبعدين احنا مرتاحين كده، بس يا ريت يعني ما تجيبش سيره على خالته على اي حاجه احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، مش عشان حاجه يعني، علشان بس ما نحرجش قبل سميرة، وانت عارف خالته ممكن تزود الدنيا وتكبرها زياده عن اللزوم. دي قبل سميرة طيبه خالص كده اهو، واحنا هنا قوي والله. والله صحيح، ما تحكمش على حد الا ما تعشف. يا سلام يا سلام، الدش ده متعه. يا ربي بقى، راحوا فين؟ فيا مروان، انت بتدور على ايه؟ القصص بتاعتي يا ماجد مش لاقيهم، مش لاقي ولا واحده فيهم. يا عم دور كويس وانت ان شاء الله هتلاقيه. كنت حطيتهم في المكتب وفي الرف، مش لاقي ولا واحده. هروح اسال طنط سميرة عليهم. روح. ايه ده؟ باسورد؟ مين اللي قافل الكمبيوتر ده؟ يعني ايه بقى يا طنط سميرة؟ يعني اللي سمعته يا حبيبي، ما ينفعش طول الاسبوع تفضل تقرا في قصص وتسيب مذاكرتك القصص يوم الخميس بس. طب ومن امتى بقى الكلام ده ان شاء الله؟ من النهارده يا حبيبي، عشان امتحان نص السنه قرب خلاص. بس انا كده ازعل، وانا زعلي وحش، وممكن اقول لبابا. قول له يا حبيبي، بس قول لي انا كمان، بتحب السلطه بشطه ولا من غير؟ وبتحب الشوربه بارده ولا ملهلبه تلسع لسانك؟ بارده. انا عايز اعرف مين اللي لعب في الكمبيوتر بتاعي. محدش لعب فيه يا حبيبي. امال هو مش عايز يفتح ليه؟ قصدك بتظهر رساله بيتكتب عليها انتر باسورد صح؟ بس انا ما حطيتلوش باسورد. ده المهندس اللي انا جبته يا حبيبي النهارده الصبح قعد مسك الكمبيوتر وظبطه وعمل له باسورد، وانا الوحيده اللي عارفاه. طب وليه كل ده يعني؟ عشان ما ينفعش طول الاسبوع تفضل تلعب لي على الكمبيوتر وسايب مذاكرتك والامتحانات على الابواب. ايه الكلام الغريب اللي انا بسمعه ده؟ ما غريب الا الشيطان يا حبيبي. لا ده انا كده ممكن ازعل، وانا زعل وحش ممكن كمان.